نايا تصرفك هاد في أنانية. كيف بيجي من قلبك تتركي هالزلمة عم ياكل بحاله وانت مانك مستعد تروحي تواجهي لأنك خايفة من الموقف؟ صدقيني ما بدك كل هالتفكير. نحن رايحين نوضح سوء التفاهم، رايحين نوقف بشجاعة قدام هالزلمة. نايا خوفك هاد ما رح يحل المشكلة، بالعكس رح يعقدها أكتر. أنا فكرتي إنه هلأ لا تراهني على الزمن نايا، مشاكل مثل هي الزلمة ما بينساها، بتضلها محفورة بذاكرته. إنه معقول حازم هلأ ما قادر ينسى ويطوي الصفحة؟ إذا بحبك لا، ما رح يسامحك وما رح ينسى. لازم تطوى هي الصفحة السوداء من حياتكم. اسمعي مني وخلينا نروح نواجهه. إذا بتحبي حازم لازم تكوني قد الموقف، وإذا ما بتحبي هلأ فيكي تاخدي تاكسي وتروحي على البيت. نايا القصة ما بدها التفكير كله، ومو بكل وقت بتلاقي حدا واقف معك. أنا هلأ واقف معك ومستعد أتحمل كل النتائج. والله ما بعرف كيف بدي لاقي حل لهي القصة. سماح عنده وقت لكل العيلة إلا لإلي، تهتم بكل العيلة، وما بعرف إذا هالشي لازم يفرحني ولا يزعلني. يعني وحدة عم تهتم بأهلي إلا لا تهتمي فيه، وبنفس الوقت بقعد بفكر يعني أنا ويني بحياتها. أخذ حق بعبك نيالك، أنا نغم لا بتهتم فيني ولا بتهتم بالعيلة. هاي الإنسانة كل همها شغلة ونجوميتة والشهرة، بتحب الشهرة ولا تقول في عندها زوج تسأل عليه. والله ما بعرف، مع أنه الظرف اللي نحن فيه لازم يخلينا عايشين عيشة 10 نجوم. شو حازم؟ أنت شو رأيك بهذا الحكي؟ أخي أنت شكلك لساتك متضايق من نايا. هيك مقسوم علي يعيش في هذا العذاب بهي الطريقة؟ كفي عمري هيك تعبان ومقهور. لا أخي كلامك مانو مزبوط بنوب. أنا اللي بعرفه أنه كل مرض وإله علاج، هذا طبعا إذا افترضنا أنه اللي أنت فيه مرض. مزبوط حكي ناظم، كل مرض وإله علاج وكل مشكلة وإلى حل، بس أنت احكي لك أخي. وحياتك عندي مستعد آكل الصخر أنحت بالحجار، المهم أنت تنبسط. لك احكي لنا، لك أخي احكي لنا شو اللي زعجك، شو اللي صار؟ بدك تعرف شو اللي صار؟ أحكي لك شو اللي صار. اللي صار بديك الليلة بالشاليه. إيه شو صار بالشاليه؟ نايا. ايه لك اخي شبه نايا، شو عملت؟ نايا نايا مرحبا اخي. الا تروح نمشي، الا فهمت تروح نمشي. زين خليها تروح نمشي. خلصنا. نايا شو اللي جابك هلا؟ شايف الوضع مانو متحمل. إذا بتريدي اعملي معروف وروحي هلا. أستاذ لو سمحت هدي شوي وما في داعي للتعصيب بنوب. أنا يلي جبت نايا لهون. حازم كل شيء عم تفكر فيه تجاه نايا هو غلط. نايا بريئة من أي نوايا سيئة عم تفكر فيها، وأنا إجيت لوضح لك كل شيء صار. لك أنت شو أنت شو ها؟ أنت شو؟ فوق كل شيء عملته جاي على بيتي تحكي هذا الحكي الفاضي؟ حازم عمول معروف بس اسمعني شوي. ما قلت لك ما بدي اشوف خلقتك؟ ما بدي اشوف وشك؟ ما قلت لك؟ حقك شو ما قلت وشو ما عملت، بس انا ما راح اطلع من هون لحتى احكي اللي عندي، ولو شو ما بده يصير يصير. ارجوك حازم مثل ما انت اخذت موقف ورحت فيه للاخر، من حق نايا عليك انك تسمعها. لك يا رجل المحكوم بالاعدام بيسمعوا منه اخر كلمه، معقول؟ قلوا له يطلع، قلوا له يطلع ما بدي ارتكب فيه جريمه، قلوا له يطلع ما بدي اسمع هذا الحكي الفاضي، قلوا له يطلع. خلينا نسمع شو بده يقول. حازم حازم
قلت لك ما رح اطلع. انا اجيت لانهي الموقف وما رح اتراجع. اسمع لك دبيتي، انا ما بدي اضربك ولا بدي اقلعك. حازم انا رح امشي. طول بالك طول بالك حازم. حازم ارجوك. لك اخي حازم بتجيب الحل بالحكي. حازم والله ما بصير. هيك ما بصير. حازم اخي اسمعني بس خلينا. حازم